قالت الصين إن قضية تحكيم بحر الصين الجنوبي المرفوعة من قبل الفلبين في لاهاي قد تجاوزت نطاق قضاء المحكمة. قال مدير إدارة المعاهدات والقانون بوزارة الخارجية الصينية سيو خون في مؤتمر صحفي إن الصين تملك حق عدم المشاركة في التحكيم وسترفض القرار، مضيفا أن هذا الموقف ينسجم مع القانون الدولي وأن الفلبين تنقصها الأدلة القانونية. وانتقد سيو البلدان التي تحرض الفلبين على تقديم ملف التحكيم قائلا أن هذه الدول لا تريد حل القضية بطريقة سلمية. وأشار سيو خون إلى أن الصين لن تهتم بتلك البلدان التي تتعمد تقديم ملف التحكيم بالقوة، منتهكة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تجاوزت قضية تحكيم مرفوعة من قبل الفلبين نطاق قضاء المحكمة، وعندما يتعلق الأمر بالسيادة الإقليمية من حق دول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رفض تحكيم. وقد أصدر الصين بيان إقصائي في عام 2006، لا يمكن للفلبين رفع تحكيم لوحدها حتى من خلال طرق أخرى، كما لا ينبغي على المحكمة قبول ذلك. لقد توصلت الصين والفلبين إلى اتفاق لتسوية قضية بحر الصين الجنوبي من خلال المفاوضات الثنائية، غير أن الفلبين لن تتبادل وجهة النظر مع الصين. كل هذه التصرفات مخالفة للقانون الدولي.